يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم رفع اليد أو رفع اليدين بالدعاء بعد الوضوء؟ ما ورد هذا، ما ورد أن الأيدي ترفع بعد الوضوء، إنما الذي ورد أنه يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بدون رفع يدين. نعم.